معك الدكتور رحمه انا وانت يلا يلا مكان جدا جدا رائع كله عائلات وصراحه يعني مكان اللي تقدر انت ترتاحي فيه وتشوفي مناظر حلوه شيء رجع النفس صراحه شوف انا لافاش كيري اكيد باكل هي اللي نفسي فغادي دابا نقصيو جاني الجوع غادي نروح للمطعم اسمه فايف جايز فان شاء الله غادي نجربو نتمنى ينال اعجابنا لان السي الحبيب بطبيعه الحال هو يجرب برجر هو العشق ديالو البرجرز هناني من كسكسو داكشي بصراحه بلا ما دابا في المطعم كنتسناو الاوردر ديالنا يوجد لو تلاحظوا الصداع بزاف حيت هذا المطبخ اللي تيكسو في البرجرز وهذا مفتوح على الكاستمرز كيف كتصدع بزاف يعني النظام هذا كنخليو الكاستمر هو اللي يشتغل روحه بروحه هنايا ياخذ سوفت درينك وهكا هذا هو البرجر ديالي عاد وصل كيخلي يصدع بزاف عصير بزاف صراحه طبقتين ديال اللحم وغنصبي في هذا البرجر والحمد لله سالينا الماكله دابا غادي نتمشاو بعد في الجي بي ار عندهم هنايا هذا روكس سينما ان شاء الله منين نسالي غادي نرجعو نتفرجو شي فيلم نشوفو الا بقى عندنا شي وقت سينو غنمشيو للدار فالجو هنا الصراحة جدا رائع بس المشكلة اللي هنايا ان في الصيف الصيف ما تقدروش تمشيو حرارة الموت الموت يا رب يا انا ديما الصراحة بصيت نقول يا ربي بقينا من نار جهنم بس اوكي الحمد لله البلاد في مكيف كليماتيزر باغتو وصراحة هاد الشي غزال وزوين وتيريح هكا مديرين انا سباس كبير للعائلات تمشاو كاينين العاب العاب ترفيهيه للاطفال الصغار يعني كل الامر ما يملوش قهاوي دي كافي بارتو والصراحه الجو زوين هذه دبي The best part أحلى شيء أنا أعشقه لعب لعب I wanna play this game صراحة في مكة اللعب كان خسر خصني نخسر ضروري خصني نخسر الفلوس باش ناخذ أنا ذاك البندوق ولا ما عرفتش شنو في ساعات يكون واحد البنانة طويلة او لو واحد سيتم قال لعب 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 ترى مسكين تدعي لي هذا الكامل شو يربح هذا
وهنا حاول إقناع ديالي أنني لعب مرة أخرى زادني الكرة الرابعة، هما المفروض كيعطيو ثلاثة زادني رابعة حيث أنا ديجا كنلعب دائما عندهم، ولكن خسرت هاد المرة فبقيت فيه عطاني كرة أخرى باش نزيد نلعب. فغادي نشوفو نجرب محاولة أخرى ونشوفو شنو غادي يكون. ففي هاد الاثناء غادي نعاود نحاول مره اخرى اني نطيح هاد شنو هذا برميل ولا ما عرفتش داكشي تما فغادي نحاول نجرب مره اخرى، وغادي تكون هاي اخر مره، لان الصراحه بزاف ديال الجيمز اللي لعبتهم وما ربحت. فعادي ان شاء الله مره اخرى، ولكن الحمد لله قبل دائما كنت كنربح. غادي نجرب هاد المره، بس للاسف ما قدرتش نطيحها. فبهاد الاثناء بنات غادي نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو ديالي، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا. فنتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين مليانين بالمتعه والفرجه ان شاء الله. see you next time.